طب نسمع. قال ابن عون: كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. هذه العبارة تكررت معنا كثيرا، من يشرحها؟ تفضل. كان القاسم وابن سيرين وغيرهم من العلماء يحدثون بالحديث نفس اللفظ الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غيرهم كان يحدث بالمعنى. نعم، هناك مذهبان للعلماء في رواية الحديث، فمنهم من يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان هذا الراوي من أهل العلم في الفقه واللغة، والمذهب الآخر يقول لا، ينبغي لك أن تنقل الحديث بحروفه، وهذا مذهب من القاسم بن محمد، كان ينقل الحديث بحروفه.